الله الله نشوف هنا وش اسحبه اعمى وفجاه فتح ابراهيم النقيب الله شعل لها شعل له 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 رمزيا الفكرة الفكرة إبراهيم النقيب طماع وحقنة هذا الصح ما حمسك هذا واقع حقنة يعني بلشة لا لا وعنده بقالة مخلي فيها عامل يشتغل ويبيع اللي هو عبد الله فال وكل ما جاء إبراهيم النقيب يشوف الأرباح لقى العامل يلهف من الدراهم مرة لعياله مرة ما يرجع الصرف وا 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 بقالتك يعني انت لو حسبتها بالورقة والقلم خسران خسران لان العامل معك بنت حسين اي نعم هذا زي اللي يقولون ميب من شقة بستخر الجواب السفينة ابو دعاء بانتظاركم دور على النور النير النير دار النور النور النير 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 وار النور النار 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 نون ورون ديرين نيرين نا اتيرين نارين نيرين نارون نورين نيرين نيرين تورتا تورتلون نا تان 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 السلام عليكم كفيل اور بعد الظهر بعد الظهر هذه معروفه لي السلام عليكم بابا يا علي كيف حالك؟ تيجي تيك تاك زورا باتشا كله تمام كله تمام ها؟ الحمد لله بقالة كله تمام بسكوت وقف هناك لا حول ولا قوة الا بالله فين انا وقف؟ ايش في بابا انت كلام؟ ايش مشكلة؟ أين كنت في عام 1415؟ بنغلاديش والله بنغلاديش ايش هذا؟ بنغلاديش تعرف هذا؟ ما في معلوم عربي. أنا جديد. لك 15 سنة تقول جديد؟ والله أنا نفسي أعرف متى حتكون قديم. والله ماما موت بابا رباط صليبي والله. وهذا تعرفه؟ ما في معلوم والله. بابا إيش مشكلة؟ سبحان الذي سخر لنا هذا. لا اله الا انت سبحانك اني كنت والفلوس من سدلتها ظالمين ها؟ ما ايش معنى؟ الفلوس حق حق البقالة فين وديتها؟ والله ما في مال شوف هذا حلاوة موجود كل فلوس موجود انا بيعه انا ايش اسوي انا راتب ستة شهر راتب ما في شيء بيو في طاقة شحن برا والله راتب سبعة شهر ستة شهر لا اله الا الله ما يعني احنا اصلا حتى احنا ماشي عندنا كرش خلينا ننزل هذا الكرش الذي هنا لا حول ولا قوة تحسبني تغيرت عليك ها انا نفسه عبده صاحب البقالة اقسم بالله لو ما تطلع الفلوس التي سرقتها لا بتحسن حجيك معها قزمة كعب ابو 2000 والله ما في فلوس فلوس أين وديتها؟ والله ما في أين وديتها أين وديت الفلوس؟ أين وديتها؟ أنا أسألك أين؟ ما في والله يعني هذا قطع قلبي أهلك يعني فطروا في رمضان ولا عدوا؟ تمر موية سبحان الله زي أهلي تمر تومة لا تومة يعني ماركة ما ماركة والله ها. والله ما ماركة يعني حتى التمر حقكم ماركة ما ماركة مجروش تمر مجروش على كمان تتريق ها على كمان تتريق الله يديك العافية أحلى ابتسامة من فمك يا الغالي فيها أسرار
احلى ابتسامة من فمك يا الغالي فيها اسرار. شعل لها 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 شعل لها. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.